خلينا نروح ناخد التليفون اللي جاي عشان نقيم برضو اداء المباراه بالامس. ومعانا طبعا كابتن ناصر هاتفيا، كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. كابتن ناصر صباح الخير على حضرتك بدايه. صباح الخير على حضرتك نهاوند، وصباح الخير عليك كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا مش يعني مش هخفي عليك سرا زي ما بتقال، ما هو مش سر، بس احنا زعلانين. زعلانين اكيد من الاداء وزعلانين من النتيجه، بس اللي زعلك اكتر الاداء التحكيمي اللي احنا بقالنا هذا الملف يعني سنوات، مش هقول اشهر، بنتكلم فيها، وللاسف لحد هذه اللحظه برضو في يعني مشكله كبيره جدا في التحكيم ولا تحل. ليه لا تحل كابتن ناصر لو تتفق معايا؟ لان مفيش محاسبه. يعني أنا ما بشوفش وما شفناش كجماهير إن لما بيحصل حاجة زي كده وأخطاء تحكيمية بتعدي النسبة الطبيعية والمقبولة دوليا، إن بيبقى في حد بيتحاسب. لا أبدا، بيكمل عادي. المشهد اللي إحنا شفناه امبارح برضو مشهد غير حضاري تماما، وتم تكراره قبل كده. ف يعني خلينا نفهم منك بقى رؤيتك كابتن ناصر. طيب خليني الأول يعني هقول حاجة مهمة قوي، هنفصل ما بين الأداء والنتيجة وما بين أداء الحكم، عشان بس ما حدش يغلط يقول إحنا ان التحكيم هو السبب الوحيد. لا، خليني النهارده انا بتكلم صحيح. على التحكيم في الوقت ان الاتحاد الدولي بيسعى لتحقيق العداله والنزاهه والشفافيه في كل انحاء الاتحادات الاهليه، للاسف الشديد احنا النهارده حتى الان التحكيم امبارح لم يوفر، انا بقول اهوت يعني لم يوفر الحمايه الامنه للاعيب النادي الاهلي. صحيح، مش مجامله في الكلام، ولكن عندما يشعر اللاعب ان هو مش محمي من الحكم داخل ميدان اللعب، عندما يشعر اللاعب ان هناك معايير مختلفه في احتساب القرارات الفنيه، عندما يشعر اللاعب ان النهارده في توتر هو الحكم بيسببه للاعبين صحيح داخل ميدان اللعب، عندما يشعر الحكم اللاعب ان الحكم ما عندوش شخصيه. خلي بالك يعني نهاوند ان الشخصيه التحكيميه دي الشيء الوحيد انا لو انا مسؤول فني ما بقدرش اديها للحكم. صحيح، انا ممكن اديله تطوير فني في الاداء الفني او في الاداء البدني او في قراءه طرق واساليب اللعب، ولكن في الشخصيه التحكيميه انا ما اقدرش اديها للحكم. انا قلت وحذرت قبل كده، قلت ان هذا الحكم عنده خبره قليله جدا، خاصه في المباريات الكبيره حتى في خارج الملعب عنده مشكله، وكمان عنده مشكله لما يكون كمان تطبيق تقنيه الفار مش موجوده، ودي مشكله كبيره، دي قصه ثانيه خالص. انا بتكلم فيها ازاي يكون في دور المجموعات وتحديد اول وثاني، وتطبيق تقنيه الفيديو ما بتطبقش في هذه الجزء. امبارح الحكم عمل ايه؟ ودي اول حاجه بقولها لحضرتك، انا عندي دقيقه 21 وانا بتكلم بالحالات التحكيميه، لما يكون هجمة واعدة لنادي الأهلي 4-3 في التلت الدفاعي لنادي الهلال، ولاعب مصاب في التلت الدفاعي لنادي الأهلي، هل من المعقول النهاردة أنا كحكم وفي هجمة رايحة واضحة جدا جدا من الممكن النهاردة إن هذه الهجمة يعني الأهلي يسجل فيها هدف، أصفر وأوقف اللعب يعني وارجع؟ في عرف العالم أكيد ما ينفعش، بس في عرفنا إحنا ينفع. دي مش موجودة. أنا الحالة دي يمكن في صورة أنا امبارح أنا جبتها الصورة ديت، وجبت اللعبة دي مهمة جدا جدا، دي بداية اللعبة. لما هنا اللعبة دي تمام، لا اللعبة اللي فاتت نهاوند، خلونا نرجع يا جماعة لو سمحتوا. الصورة اللي فاتت هوريك ازاي هنا إن أنت النهاردة أثبتت كحكم إن هي اللعبة دي يا كريم. تمام، الباص رايح ليه لاعب النادي الأهلي ناحية اليمين ناحية الحكم المساعد اللي هو هناك، انت متخيل ديت هجمه واعده طبعا. يعني ممكن النهارده انا شايف ان في لاعب عنده اوبشن يروح يعدي، ممكن يعمل اوفر، ممكن يعمل المهم هيبقى فيها ممكن تكون هجمه ممكن صحيح صريحه بالظبط. انا النهارده بوقف في اللعب في هذه الحاله وبرجع للاعب مصاب في الثلث الدفاعي وقع لوحده. لا، دي البدايه اللي انت كلاعب بتحس ان الحكم هنا للاسف الشديد ما فيش عداله. صحيح، يعني لما توقف لي لعبه زي ديت وترجع لي، وبعدين لعيبه الاهلي اعترضت على هذه الحاله، انا النهارده كلاعب في النادي الاهلي انا بشعر ان هنا الامور مش هتمشي بشكل كويس. انا بقول ان الحكم امبارح كان احد اسباب توتر لعيب النادي الاهلي. دي حاله من ضمن الحالات. لو انا رحت النهارده وقلت الفاولات النهارده بتحتسب على النادي الاهلي 4 فاولات منهم محمد هاني ومحمد شريف، نفس المعيار اللي انت حسبت بيهم لصالح الهلال ما حسبتهمش للنادي الاهلي. انا بتكلم في حاجات، دي في حاجات خلي بالك نهاوند يا كريم اللي بيتفرج ما بيشوفهاش كويس زينا احنا كخبراء. طبعا اكيد اكيد، يعني ما تقدرش يعني الحكم امبارح عمل حاجات في الملعب
انا عاوز اقول حاجه مهمه قوي، انت كراجل قاعد مشاهد عادي ما بتعرفش ايه اللي بيحصل. الحكم ما بيحسبش بس الاخطاء الفنيه، لا، الحكم بيدير المباراه كلها. وزي ما قلت امبارح، هو كان سبب من الاسباب اللي خلت اللعيبه تتوتر. تعال نروح لشيء مهم جدا وهو الوقت الضايع. انا النهارده امبارح الحكم، والله انا بكلم بامانه مش مجامله، كان احد اسباب اضاعه الوقت مع نادي الهلال. صحيح. النهارده يكون واضح لما اللاعب بيضيع الوقت وانت شايفه اكتر من مره، على من بدايه الشوط الاول لحد الشوط الثاني، بتخرج البطاقه الصفراء الاولى في اضاعه الوقت في الدقيقه 94، وده يوريك مدى شخصيه الحكم الضعيفه، ان هو بيلعب وهو خايف يطلع البطاقات، خايف يحسم الامور. النهارده في تشابك حصل اكتر من مره ما خدتش فيها قرار. صح. لا، امبارح الحكم بصراحه كان احد اسباب، انا مش بقول السبب الرئيسي، ولكن احد اسباب ان انا كلاعب امبارح انا مش بشعر بالامان مع هذا الحكم. طب كابتن ناصر، معلش انا عايز يعني هطلع مؤقتا مع حضرتك بره اطار الماتش الاخير. انا عايز اتكلم مع حضرتك على فرق ازمنه. زمان كان الحال غير الحال، وما كناش بنسمع حد بيتكلم ولا بينتقد ولا حتى عنده تحفظات على الاداء التحكيمي في اي بطوله، سواء كانت محليه ولا افريقيه، اخذا في الاعتبار بان زمان كان الحكم بينزل وفي جيبه كارتين وصفاره والموضوع انتهى على كده. دلوقتي في سماعات وفي فار، المفروض ان هو اتوجد واستحدث لاحقاق الحق، وده ما بقاش بيحصل. بدل ما يبين يعني الحقوق لاصحابها ويدي الحقوق لاصحابها، بقى هو مصدر لاهدار الحقوق. هو ايه اللي حصل؟ مش المفروض ان مع التقدم ومع الامكانيات الحديثه مهمه الحكام تبقى اسهل بكتير من الاول، وبالتالي تكون في دقه اكبر في قراراتهم؟ ليه ده مش حاصل؟ وليه احنا زي ما كانت نهاوند بتقول لحضرتك من شويه، ان احنا بقى لنا سنين فعلا بنتكلم في ملف التحكيم ده محليا واقليميا كمان؟ هو ايه اللي استجد فنتج عنه العبث ده كله؟ السؤال ده مهم جدا جدا، وفعلا زي ما حضرتك قلت، النهارده التكنولوجيا دخلت ساعدت التحكيم. ايوه. تقنيه الفار دخلت ساعدت التحكيم. النهارده الاتحاد الدولي كمان بيبقى فيه شفافيه، حتى كمان قال لك ان اللي المفترض ان احنا بنطلع المداره ما بين الحكم والفار عشان يدي الجمهور الثقافه ويدي الجمهور الشفافيه والعداله. أيوة. الاتحاد الدولي النهارده بيسعى، لكن مش كل اللي بيعمله الاتحاد الدولي للاسف الشديد الاتحادات الاهليه بتطبقه. يعني عاوز اقول ان الاتحاد الدولي في وادي واحنا النهارده في وادي تاني. طب هو ينفع كده؟ ما هي دي المشكله. مش في سطوه مفترضه للاتحاد الدولي على الاتحادات المختلفه في نفس اللعبه؟ طب انا هقول حاجه كمان مهمه بمناسبه الاتحاد الدولي. احنا النهارده الاتحاد الدولي في كاس العالم 2022 في قطر عمل ايه؟ بسبب موضوع الوقت. النهارده لما كولينا جه والراجل رئيس لجنه الحكام قال ان هناك وقت بيضيع، لابد ان الوقت الفعلي للمباراه يتحسب. طيب النهارده هم طبقوا الكلام ده في كاس العالم، النهارده السعوديه ولجنه الحكام السعوديه طبقت هذا الكلام في السعوديه. يعني معنى ايه؟ مفيش وقت هيضيع الا ما هيتحسب فعلي. النهارده احنا المفترض عندنا في الدوري المصري، واحنا المفترض احنا يعني بنحذو حذو الاتحاد الدولي والاتحادات الاهليه او لجان الحكام في الاتحادات الاهليه. حتى الان لم نطبق الوقت الفعلي اللي المفروض احنا نتماشى مع الاتحاد الدولي، دي حاجه مهمه من ضمن الحاجات. بنتكلم على اختيار الحكام، وده مهم جدا جدا. طول ما في مجاملات، انا بقول اهو، طول ما في مجاملات لبعض الحكام اللي بتلعب مباراه هي المباراه دي بتبقى صعبه عليها، مش هنشوف تحكيم كويس يا كريم للاسف الشديد. محتاجين تطوير في التحكيم على مستوى المحلي وعلى مستوى الافريقي بشكل جدي، وبعدين محتاجين حاجه مهمه جدا، الحساب.